يا شباب، مواجهة الكدني. أول سؤال مهم هيكون اسمه إيه؟ فانكشن أوف كدني. فانكشن أوف كدني، عشان نعرف وظائف الكدني لازم تبقى عارف الكود بتاعها. يعني الكدني ليها 11 وظيفة، تمام؟ 5 3 2 1، تمام؟ الخمسة 3 2 دول، الخمس لعيبة والثلاث لعيبة واللاعبين دول كلهم بيخدموا اللاعب رقم واحد ده. ايه اللاعب رقم واحد ده؟ اللي هو اهم وظيفه للكدني. الكدني مسؤوله عن الهوميوستيزيس. احنا طبعا دلوقتي كبار وعارفين يعني ايه هوميوستيزيس. هوميوستيزيس يعني مينتين الانترنال انفايرمنت ات كونستانت ليفل، تمام؟ يعني اظبط التمبريتشر، تمام، واظبط البي اتش، واظبط الوتر، تمام، في كونستانت ليفل مناسب للفانكشن بتاعت الجسم او الهول بودي، تمام. فدي الوظيفه الاولى. بس ازاي ده بيحصل بقى؟ بيحصل ده عن طريق الايه؟ اللعيبه الاخرى اللي هم الخمس وظائف والثلاث وظائف والوظيفتين دول. الكدني لها خمس وظائف بنسميهم خمسه سكريتوري. سكريتوري، خمس وظائف ايه؟ سكريتوري يعني السكريشن، بتعمل سكريشن لخمس هرمونات، وثلاثه ريجيولاتوري، ووظيفتين اكسكريتوري. وده اللي احنا هنفتكرهم على طول. لما اقول لك ايه وظائف الكدني هتقول لي اكسكريشن من غير ما تفكر. الكدني اصلا بتطول حاجات بره الجسم. طيب الخمسه السكريتوي اللي ما ينفعش ننساهم، لان الكدني بتصنعهم. الكدني بتصنع ايه؟ بتصنع الاريثرو اريثروبويتين، بتصنع البروستاجلاندين، بتصنع الرينين. الكدني كمان بتفرز شدفيه السكر فيتامين د، وبتعمل سكر جلوكو نيو جينيسيس. هي الكدني بتصنع سكر، او بتصنع سكر في حاله ايه؟ في حاله المجاعه. ازاي؟ هنعرف دلوقتي. الوظيفتين الريجيولاتوري اللي الكدني بتعملهم، او ثلاث وظائف هما في كلمه اي دبليو اي. طبعا الكدني لو عملت ريجيوليشن فهتعمل ريجيوليشن قوي. يعني الكدني تعمل ريجيوليشن للارتيريال بلاد بريشر، ضغط الدم، وهي من الحاجات الاساسيه اللي بيعتمد عليها الجسم في تظبيط ضغط الدم. وبتريجيوليت الاسيد بيز بالانس، يعني بتظبط الحموضيه والقلويه بتاع الجسم، يعني تخلي البي اتش بتاعت الجسم مثلا في النورمال ليفل بتاعها 7 مثلا و4 من 10، تمام. كمان الكدني ده الاي والاي دبليو الوتر. الكدني برضه بتريجيوليت الوتر كونتنت في الجسم، تمام. وكمان الالكترولايت اشهر الكترولايت عندي مثلا الصوديوم، البوتاسيوم. الكدني بتخلي الصوديوم والبوتاسيوم في الليفلز الطبيعيه بتاعته، يعني تخلي البوتاسيوم مثلا من 3.5 ل 5.5 في الليفل الطبيعي بتاعه. ازاي ده بيحصل؟ هنعرف بقى في بقيه المواجع يعني. فده الثلاث وظائف ريجوليشن. طب ايه الوظيفتين الاكسكريتوري؟ اكيد الكدني لما هتطرد حاجات بره الجسم فهي هتطرد الحاجات اللي انا مش عايزها، بنقول عليها الوست برودكت، صح؟ الوست برودكت، الحاجات اللي انا مش عايزها. اشهر يعني ايه الوست برودكت ده؟ يعني اليوريا، الكريات، تمام، البلوبين والادويه. كمان ممكن تطرد لي حاجات كويسه يوسفول برودكت، بس انا عندي منها كتير، بنقول عليها اسينشال اكزيست برودكت. اسينشال يعني اساسي او حاجه كويسه، بس انا عندي منها كتير اكسس. زي ايه؟ زي الميه، زي الصوديوم. الكدني احنا عارفين طول اليوم عماله تطرد صوديوم وميه، مع ان الحاجات دي مفيده للجسم، بس انا عندي منها بكميات، خلاص بقى عندي بكميات كافيه. فهم دول الفانكشن بتاعت الكدني: 5 3 2 1، 5 سكريتوري، اريثروبيتين، بروستاجلاندين، رينين، فتافيت السكر، فيتامين د، وجلوكونيوجينيسيس، 3 ريجوليشن في كلمه قوي، ارتيريال بلاد بريشر، اسيد بيس بالانس، ووتر، والكترولايت، و2 اكسكريتوري. يا اما بطل حاجات وست برودكت، حاجات مش عايزها، او حاجات انا عندي منها بكميات كتيره بنقول عليها اكزيست يوسفول اماونت او اسينشال اكزيست اماونت، زي الميه وزي الصوديوم. طيب هناخد بقى نتكلم عن الحاجات دي بالتفصيل نوعا ما. ازاي ده بيحصل؟ طبعا الخمس وظائف والثلاث وظائف والوظيفتين دول في الاخر خالص هدفهم ان هم يعملوا الهوميوستاسيس اللي احنا قلناها، اللاعب رقم واحد او الاسترايكر او المهاجم بتاعنا يعني. طيب نتكلم على السكريتوري فانكشن. السكريتوري فانكشن الكدني بتصنع خمس حاجات، اهمهم ايه؟ الاريثروبيتين. الاريثروبيتين ده اللاعب ده جاي منين؟ الكدني شاريه منين بقى؟ اللاعب ده بيتصنع في البيبي تيوبولار كابيلاري اللي في الرينال كورتكس. رينال كورتكس، احنا عارفين ان الكدني لها طبقتين، كورتكس ومظله. الكورتكس هي الطبقه الخارجيه، فالطبقه الخارجيه دي فيها بيبي تيوبولار كابيلاري بتصنع الاريثروبيتين. طيب الاريثروبيتين ده يعمل ايه بقى؟ يروح الاريثروبيتين ده هو يا معلم يروح للبون مارو،
للخلايا البون مارو، يقول لها ايه؟ طلعي لي او بي سيز. وبالتالي كده انت فهمت ليه عيان الفشل الكلوي او عيان الكرونيك كيدني ديزيز، عيان اللي عنده مشاكل في الكلى بيبقى عنده انيميا، لانه افراز الاريثروبويتين بيقل. لو ده سؤال مهم في الام سي كيو، الاريثروبويتين، وبالتالي العيان ده هو بيروح الصيدليه ياخد دواء اسمه اريثروبويتين. ايه الاستيمولس بتاعي؟ ايه الاستيمولس؟ ايه اللي بيطلع الاريثروبويتين؟ الهايبوكسيا، الاندروجين. الاندروجين الناس اللي بتاخد تستوستيرون خارجي بيزيد عندهم الاريثروبويتين. تاني لاعب معايا في السكريتوري اللاعب اللي هو بروستاجلاندين. البروستاجلاندين بقى نعرف ان هي بتشتغل لوكال، يعني بتتفرز في الكدني وبتشتغل على الكدني. وظيفتها ايه؟ تعمل ريجيوليشن للرينال بلاد فلو، وبالتالي هتريجيوليت الجي اف ار. احنا عارفين بقى ازاي هنعمل ريجيوليشن للرينال بلاد فلو والجي اف ار، هنعرفهم بعدين، او الناس اللي مذاكره هتبقى عارفه ازاي ده بيحصل يعني. بروستاجلاندين، طب انا عندي كام بروستاجلاندين؟ عندي بروستاجلاندين اي وبروستاجلاندين اي. بروستاجلاندين اي وبروستاجلاندين اي. طبيعي البروستاجلاندين اي ده اكيد بيطلع من الانترستيشيوم، انترستيشيوم بتاع الكدني، والبروستاجلاندين اي هيطلع من الارتريول او الجلوميرولار ارتريول، جلوميرولار ارتريول، تمام. ده اللي احنا المفروض نعرفه عن البروستاجلاندين. طيب اللاعب الثالث بقى اللي هو رينين. الرينين، وما أدراك ما الرينين. الرينين ده يا معلم بيطلع منين؟ بيطلع من الجاكستا جلوميرولار سيلز. ده واحدة من الجاكستا جلوميرولار أبريتس، تمام؟ جاكستا جلوميرولار سيلز. وفي بعض الأحيان أو بنسبة قليلة ممكن يطلع من الخلايا اللي هي الميزانجيال، ميزانجيال سيلز. ميزانجيال سيلز دي اللي كانت لها أهم وظيفة اللي هي تعمل كونتراكشن أند ريلاكسيشن، وبالتالي بتزود السيرفيس أريا أو بتقلل السيرفيس أريا على حسب ما أنت مذاكر بقى. ميزانجيال سيلز بيطلع من الجاكستا جلوميرولار سيلز. وميزانجيال سيلز طب وظيفته ايه؟ ممكن تقول ان وظيفته برضه بيظبط البين البلاد فلو وبيظبط الجي اف ار، تمام؟ حلو جدا. طيب احنا خدنا كده ثلاث لعيبه، اللاعبين التانيين بقى اللي هم فتافيت السكر ده، فيتامين د والسكر. ازاي الكدني بتصنع سكر؟ طبعا نقول بالترتيب عشان نبقى نحفظهم يعني. نبدا فيتامين د الاول. والله فيتامين د ده يا ريس له قصه حياه كده في الجسم، ان هو فيتامين د بيتفرز بصورة غير نشطة، تمام؟ بيبقى الأول إن أكتف. عشان يبقى أكتف أنت محتاج عملية هيدروكسيليشن، مش هيدروكسيليشن واحد، عندك محتاج تو هيدروكسيليشن. أول هيدروكسيل جروب بياخدها الفيتامين د ده من الليفر، بيروح للكبد، تمام؟ يطلع منه 25 ألفا هيدروكسي كوليكالسيفول. أصلا إحنا كوليكالسيفول ده اللي هو الفيتامين د اسمه كوليكالسيفول. طيب هيجي بقى ده هيروح للكدني. الكدني فيها انزيم اسمه الفا 1 هيدروكسيليز. الفا 1 هيدروكسيليز يعني يجي عند الكربون رقم الفا ويحط فيها هيدروكسيل جروب ويتحول ل 125 داي هيدروكسي كوليكالسيفول. كوليكالسيفول وكده يتحول من ان اكتف لاكتف. طب العمليه دي بتحصل تحت تاثير، تحت تاثير هرمون الباراثايرويد هرمون. احنا عارفين ان الباراثايرويد هرمون ده له علاقه عكسيه او طرديه مع الكالسيوم الفوسفات وفيتامين د، وهناخد الموضوع ده في الاندوكراين، هنبقى نقوله فيما بعد. طيب السكر، ازاي الكدني بتصنع سكر؟ الكدني بتصنع سكر ده بقى ايه؟ خيار كده، ملجا اخير كده بيلجا له الجسم في حاله المجاعه، وان ما عادش فيه جلايكوجين ولا عاد فيه سورس اوف كربوهيدرات في الجسم يعني. فيقوم يا معلم ايه؟ الجسم يروح للكدني، تمام؟ ياخد الجلوتامين، الجلوتامين يحوله لجلوكوز، وبالتالي صنع سكر. ده بيحصل امتى؟ وده المطلوب منك في حاله الاستوفيشن. التفاصيل ممكن تكون موجوده في بعض الجامعات في البايوكيمستري. طب كده دول الخمس وظائف بتوع السكريتوري. الريجوليتوري، الثلاثه ريجوليتوري بقى، ثلاثه وظائف ريجوليتوري متجمعين في كلمه ايه؟ قوي. ارتيريال بلاد بريشر، اسيد بيس بالانس، ووتر الكترولايت. ازاي الكدني هتظبط الارتيريال بلاد بريشر؟ اللي مذاكر اصلا درس ريجوليشن في بلاد بريشر، وده عاده بيكون في الكارديو فاسكولار بوك، بيقول بنقول ان عشان تظبط الارتيريال بلاد بريشر سواء كارديو فاسكولار موديول او كرينال موديول، انت عندك طريقتين، يا اما شورت يعني حاجه بسرعه، يا اما لونج. يا شورت يا لونج. شورت يعني بسرعه، تمام؟ وبالتالي هيبقى لها شورت ديوريشن، لكن ده لونج ديوريشن بس بتاخد وقت على ما يحصل، تمام؟ الشورت الكدني بقى بتعمل ازاي ريجوليشن للارتيريال بلاد بريشر؟ هتعمل بالاثنين، تعمل لونج تيرم ريجوليشن شورت تيرم. بايه الكدني يا جماعه تعمل شورت تيرم؟ عن طريق انها بتفرز فازو اكتيف سبستانس، اللي هم ايه؟ اللي هم رينين.
تفرز الرينين بسرعه، يقوم عامل لي ريجوليشن على طاقه البلد بريشر. طب تعمل لي لونج تيرم ريجوليشن ازاي؟ عن طريق انها بتعمل اكسكريت، بتفرز صوديوم ووتر. عن طريق هذا الصوديوم والميه اللي الكدني هتقدر تعمل لونج تيرم ريجوليشن. طيب ده الريجوليشن بتاع الاطار بلد بريشر. ازاي بقى هعمل ريجوليشن للاسيد بيز بالانس؟ هيحصل ازاي؟ ريجوليشن للاسيد بيز بالانس هتقوم قايل ببساطه خالص ان الكدني، يعني انت الكدني هي المصدر الوحيد او المخرج الوحيد لافراز بعض الاحماض الاحماض. يعني عندك حمض اسمه سلفوريك اسيد، الحمض ده ما بيخرجش من الجسم الا عن طريق الكدني، فبيبقى بتخلصني منه. كمان الكدني برضه بتفرز الفوسفوريك اسيد، حمض الفوسفوريك اسيد بتخلصني منه. ده اللي هتقوله يعني. انت جاست لو كتبت المفروض تعرف العناوين المين توبيك كده وتقولها، التفاصيل هنعرفها موضوع لوحده يعني. درس الاسيد بالانس ده درس لوحده كده في الكدني، هنقوله فيما بعد. بس على المراجعه السريعه دي احنا نعرف ان الاسيد بيز بالانس ريجوليشن باي كدني بيحصل عن طريق انها بتفرز مثلا السلفوريك اسيد والفوسفوريك اسيد، وهم ما بيخرجوش الا عن طريق الكدني. طيب اللي كمان الكدني بتعمل ريجوليشن اللي هو الالكترولايت بالانس، بتظبطهم في الليفلز الطبيعيه بتاعتي. ووتر والالكترولايت، تمام. هنقول ان هي بتريجوليت الووتر والالكترولايت وخلاص، ما تقولش بقى اكتر من كده. لا، لو طلب منك تعد له الفانكشن بتاعت الكدني. طيب الاكسكريتوري بقى، احنا قلناهم ان الكدني هتفرز تفرز يا اما سوري تطرد وسط برودكت زي اليوريا، زي البيلوبين، زي الكرياتينين، زي اليوريك اسيد، وممكن تخلصني من الحاجات اليوسفول بس انا عندي منها اكزيس اماونت كميه كبيره، زي ايه؟ زي عندي الصوديوم والميه، تمام. وكده يبقى انت عرفت الفانكشن اوف كدني، تمام. اخر حاجه بقى ايه؟ اللي هي الاكسكريتوري، بس عشان تبقى اتكتبت في الليكشر، يا اما ووست برودكت يا اما اكزيس يوسفول اماونت من الصوديوم والميه، هما ده الفانكشن اوف كدني.